جراحة سرطان الثدي مقدمة. تسمح الغدد الليمفاوية للسوائل الزائدة بالتسرب من منطقة الثدي والذراع إلى مجرى الدم. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم من خلال العقد الليمفاوية. إن الهدفين الرئيسين لجراحة سرطان الثدي هما استئصال الورم بشكل تام وفحص العقد الليمفية لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر إليها. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. لعملية سرطان الثدي هدفان أساسيان. الهدف الأول هو استئصال كتلة الورم بشكل كامل دون ترك أي أثر للورم في ناحية الثدي. أما الهدف الثاني فهو فحص العقد الليمفية في الإبط للتأكد من أن الورم لم ينتشر إليها. هناك عملية نموذجية واحدة تصلح لجميع حالات سرطان الثدي. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. هناك عدد من العمليات المختلفة لعلاج سرطان الثدي، ويجب أن تناقش المريضة مع الجراح ما هي العملية الأفضل بالنسبة لها. هل تحدث السكتات والنوبات القلبية كثيرا في أثناء هذه العملية؟ اختر جواب نعم أو لا. إجابة صحيحة. التخدير آمن جدا هذه الأيام، ولكن كلما كانت المريضة أكبر سنا وتعاني من مشاكل صحية أكثر كان احتمال حدوث المخاطر أكثر، وينبغي إحاطة طبيب التخدير علما بأية حالات صحية عانت منها المريضة في الماضي كالسكتات الدماغية ومشاكل الرئة. إن الجلطات الدموية بعد العملية غير ضارة. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. تعد الجلطات الدموية في الساق خطيرة جدا، على الرغم من أنه من المستبعد أن تحدث، ومن أعراضها تورم الساق وضيق النفس وألم الصدر. يحدث في حالات نادرة جدا أن تذهب الجلطة الدموية إلى الرئتين وتسبب الموت دون أن تعطي أي أعراض. هل تحدث العدوى كثيرا بعد الجراحة؟ اختر جواب نعم أو لا. إجابة صحيحة. العدوى نادرة جدا، وعلى الرغم من ندرتها فإن العدوى والتورم المصلي والنسب والندبات قد تحدث أحيانا. من المستحيل أن تصاب الأعصاب والشرايين والأوردة التي تذهب إلى الكتف أو الذراع. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. قد تصاب هذه الأعصاب، مما يؤدي إلى شلل دائم في الذراع أو الكتف، ولكن هذا نادر جدا. قد تدعو الحاجة لإجراء عملية أخرى، وخاصة عندما تجرى عملية محدودة. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. إذا قرر اختصاصي التشريح المرضي أن هناك احتمالا لوجود ورم متبقي في الصدر، فقد يكون هناك ضرورة لعملية أخرى. إن إزالة الثدي هو الإجراء الوحيد المتاح لمعالجة سرطان الثدي. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. إن معالجة الثدي المحافظة التي تتكون من إزالة الكتلة من الثدي، أي استئصال الكتلة الورمية، وإزالة العقد الليمفية، أي قطع العقد الليمفية الإبطية، ثم تطبيق المعالجة الإشعاعية بعد ذلك، يمكن أن تكون بديلا معادلا لإزالة الثدي، أي استئصال الثدي الجذري المعدل، ويناقش الطبيب مع المريضة الخيار الأفضل بالنسبة لها. شكرا لاستخدامكم برنامج إكسبلين.